بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. حبايب طلاب الصف الأول الإعدادي، إن شاء الله النهاردة ميعادنا مع شرح الدرس الثالث من دروس الرياضيات للترم الأول إن شاء الله. الدرس ده بيكمل كلامنا على النسبة والتناسب، وبيتكلم عن حاجة اسمها تطبيقات على النسبة والتناسب، وبيتكلم عن حاجة اسمها التقسيم التناسبي. الأول بس بفكرك إن أنت عشان يوصلك الجديد انزل تحت الفيديو واعمل لايك، ولو أنت مش مشرفنا بالاشتراك في القناة شرفنا بالاشتراك في القناة. هنا بيقول لك إيه؟ تقسيم تناسبي. انت عارف يعني ايه تقسيم؟ تقسيم يعني حاجه بتقسمها، بس مش هتقسم قد بعضه. يعني انا مثلا لما اقول لك، كان زمان مثلا اقول لك ايه، اقول لك ال20 قسمها على 5، فانا ال20 لما اقسمها على 5 انت عارف ايه اللي في جدول 5 يجيب لك 20 الا 4، فكله بياخد قد بعضه، كله هياخد 4. طب يا مستر اللي احنا هنعمله؟ لا، ده احنا هنقسم بنسبه، هنقسم بنسبه. يعني في مثلا شخص هياخد، يعني في زميل لنا مثلا هياخد جزء صغير، في زميل هياخد اكبر منه، كل واحد بنسبه معينه. وده فكره الدرس بتاع النهارده. طب يا مستر عشان ما اطولش عليك، الدرس ده بيكمل كلامنا على النسبه والتناسب. طب انا النسبه والتناسب، والله انت اخدت قبل كده كان زمان يجيب لك ايه؟ الدرس ده بيكمل كلامنا في السنه 6، يعني انت الدرس ده يعتبر مش جديد عليك. بيقول لك يريد رجل تقسيم 1200 جنيه، واحد عايز يقسم 1200 جنيه على شخصين بنسبه كام؟ 2 لـ1. يعني ايه 2 لـ1؟ يعني واحد هياخد قد التاني مرتين، واحد هياخد نص التاني. والله انا ممكن لو انا كنت في سته ابتدائي اعمل ايه؟ والله اقول لك انا عندي شخصين. خلي بالك انت هتبدا بالنسبه بتاعتك، انت هتبدا بالنسبه بتاعتك. عندي شخصين، واحد هياخد كومين وواحد هياخد كوم. طب انا مستر اللي هياخد كومين، واحد هياخد كومين وواحد هياخد كوم، وهو وزع عليهم كام؟ 1200 جنيه. كل واحد هياخد كام؟ ده هياخد كام وصاحبه هياخد كام؟ فواحد هيقول لي مستر هو انا اقسم ده شخصين وواحد هياخد كومين وواحد هياخد كوم، يبقى 3 اكوام. فانا بجيب حاجه، اول حاجه اجيب مجموع الاجزاء. ايه مجموع الاجزاء؟ انا اقسم كام جزء؟ والله هقسم كومين واقسم كوم، فيطلعوا كام؟ 3 اجزاء. فهنا 3 اجزاء. طب ال3 اجزاء دول 1200 جنيه، ده تعتبر الفلوس كلها. فانا اقول له قيمه الجزء ال1200 جنيه هقسمها على مين؟ هقسمها على 3 اجزاء، يبقى كل واحد ياخد كام؟ 400. فانا كل واحد هياخد 400. طب مستر يبقى انا فهمت ان كل واحد من دول 400، يبقى ده 400. يبقى الجزء ب 400، وده 400 وده 400. يبقى الشخص الاول هياخد كام؟ يبقى الاول هياخد كام؟ الاول هياخد كومين، يبقى 2 في 400 بكام؟ تطلع ب 800، يبقى هياخد كام؟ 800 جنيه. طب والتاني اللي هياخد كوم واحد، يبقى 1 في 400 بكام؟ 1 في 400 ب 400. ودي طريقه. تاني اعرف الخطوات دي، كل اللي انت هتعمله هتشوف مجموع الاجزاء. انا اقسم مثلا بنسبه 2 لـ1، يعني واحد هياخد جزئين وواحد هياخد جزء، يبقى دول 3 اجزاء. يبقى الفلوس هقسمها على 3 اجزاء. فانت كل اللي بتعمله بتجيب مجموع الاجزاء، وترجع بعد كده الفلوس تقسمها على الاجزاء اللي عندك. عندي مثلا 3 اجزاء، فانا اقسم على 3 اجزاء. طب الرقم اللي هيطلع لك هتضربه في نصيب كل شخص، اللي هياخد كوم واحد هضربه في واحد، طب اللي هياخد كومين هضربه في كومين. دي طريقه. طب الطريقه دي انت فهمتها؟ هل انت فهمت الطريقه دي؟ لو انت فهمت الطريقه دي انزل تحت الفيديو واعمل لايك. طب هشرحها لك بطريقه تانية برضو. ايه هي الطريقه التانية؟ تعال ناخد مثلا المساله بتاعتنا ونكتبها. السؤال بتاعنا تعال نكتبه في صفحه تانية. بيقول لك ايه مستر؟ هي كل الفكره هنا ان هو كان زمان بيعمل ايه؟ كان زمان بيدي لك الرقمين العددين وانت تجيب النسبه. يعني مثلا اقول لك النسبه بين 5 لـ10، 5 قد ايه لـ10؟ نص. انت عارف ان هي نص. طب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هو هيبدا لك بالنسبه، هيبدا لك بالعكس، هيبدا لك بالنسبه متبسطه ويدي لك رقم من الاثنين دول وانت تعمل كروس وتجيبه. طب انا هجيبها ازاي؟ ركز معايا. بص يا باشمهندس، بيقول لك يريد رجل تقسيم 1200 جنيه. 1200 جنيه ده تعتبر ايه؟ فلوس. هيقسمها بنسبه 2 لـ1. فانت على طول بين شخصين، انا فهمت ان انا عندي شخصين، ولا يقول مثلا الشخص الاول، ولما تيجي تكتب اكس، يعني ابدا من الشمال الاول والتاني، ابدا بالنسبه. النسبه كام؟ 2 لـ1. تمام خلاص، فانا قعدت الاثنين وقعدت واحد، فانت ابدا بالنسبه على طول. طب ال 1200 جنيه دي هل هي الفلوس اللي هياخدها الاول، ولا الفلوس اللي هياخدها الشخص الثاني، ولا ده تعتبر ايه؟ لا مستر، احنا في المساله اللي فاتت يعتبر ده المجموع كله، ال 1200 جنيه دول الفلوس كلها، فانا هزود حاجه اسمها المجموع.
هتزود حاجه هنا اسمها المجموع. هل الاثنين والواحد هتقعد بقى ال 1200؟ اثنين وواحد لو جمعتهم يجيبوا لك 1200؟ لا، ده يجيبوا لي كام؟ 3. طب ال 1200 قعدها في سطر الواحد، ال 1200 قعدها في سطر واحد. كل حرفنتك ان انت تكتب النسبه تاني، هتبدا بالنسبه، النسبه كام؟ 2 لواحد. طب انا عندي ال 1200 جنيه دي تعتبر ايه؟ هل الفلوس الاول ولا الفلوس التاني ولا الفلوس كلها؟ لا، المجموع. فانا ازود حاجه اسمها المجموع. نفس الفكره ان انا جمعت هنا الاجزاء. طب بعد كده يا مستر ال 1200 قعدها في سطر لوحدها ملهاش مكان. بعد كده ما دام قعدت دول صح هتعمل كروس. انا مثلا فين الكروس اللي اقدر اعمله اهو؟ هتاخد الكروس مع مين؟ هتاخد الكروس مع النسبة اللي كاملة اللي فيها رقمين، فأنا هاخد المجموع، مرة أعمل له كروس مع التاني ومرة مع الأول، إزاي عشان مش فاهم؟ هتعمل كروس مثلا، تقول له أنا أقدر أجيب الشخص التاني. الشخص التاني ده يجي إزاي؟ هتقوم عامل كروس، مين الاتنين اللي ماسكين بعض؟ الواحد والـ 1200، أهو. طب مين اللي لوحده؟ التلاتة، تطلع بكام على الآلة الحاسبة؟ 1200 على التلاتة تطلع بـ 400، يبقى ده هياخد كام؟ 400 جنيه. طب أنا لو أنا عايز الشخص الأول، استنى مصطفى، هتقوم عامل كروس بين الاول والمجموع، وانسى التاني ده خالص كانه مش موجود، ها؟ ده هننساه كانه مش موجود خالص، حط عليه الورقه بتاعتك كده او حط عليه المسطره وخبيه. فانا هقول له الشخص الاول، الشخص الاول ده هجيبه ازاي؟ ها؟ هتقوم عامل كروس كبير، مين اللي متوصلين ببعض؟ الاثنين مع ال 1200. طب ومين اللي لوحده؟ الثلاثه. 1200 لما اقسمها على الثلاثه يبقى كام؟ 400. طب اكررها مرتين يبقى 800. 800 ايه بقى؟ 800 جنيه. تاني، حل بأي طريقة من الاتنين. كل اللي انت هتعمله هتجيب مجموع الأجزاء وتقوم قسم الفلوس على مجموع الأجزاء وتضرب كل عدد في الجزء بتاعه. أنا هحللك بالطريقة التانية عشان هي اللي هتفيدك بعد كده. بقول لك يتقاسم عامر وعماد وعلاء، فأنا عندي ثلاث أشخاص. اكتب بالشمال عامر، وعندي عماد، وعندي مين؟ علاء. معاهم كام؟ 900 جنيه. 900 جنيه دي فلوس عامر ولا عماد ولا علاء؟ ده الفلوس كلها، فانا ازود حاجه اسمها المجموع. كل شطارتك هتعمل سطرين. تعالى كده، ادي اول نسبه وده السطر التاني. ها؟ بيقول لك هنا ايه؟ بنسبه كام؟ 2 ل 3 ل 7، ها؟ ابدا من الشمال، ده 2 وده 3 وده 7. يبقى عامر هو ال 2، لان انا هقراها 2 ل 3 ل 7. هقسم عليهم كام؟ 900 جنيه. طب ال 900 جنيه هل انا لو جمعت دول يجيبوا لك 900 جنيه؟ ها؟ لا، امال هيجيبوا لي كام؟ 2 و3 5 و7 12. طب ال 900 ملهاش مكان، قعدها لوحدها. بعد كده يا باشمهندس هتقوم عامل كروس، تعمل كروس وتجيب كل واحد، كل واحد انت عايزه هتاخده كروس مع المجموع. طب انا اقدر اجيب علاء، علاء ده هجيبه ازاي؟ والله هتقوم عامل كروس، كروس صم. مين الاثنين اللي ماسكين بعض؟ يبقى 7 في 900 دول اللي فوق على مين؟ على ال 12، ونشوف هتطلع بكام على الآلة الحاسبة، قول لي هتطلع بكام. بعد كده اقدر اجيب لك عماد. طب عماد ده هتجيبه ازاي؟ لا، عماد ده اجيب له كروس كبيرة، اخد عماد مع المجموع، سيبك علاء خالص، مالكش دعوة بعلاء. هتعمل كروس، يبقى مين اللي هتاخده؟ ها؟ مين اللي هتكتبه؟ ها؟ تعمل كروس كبير، تاخد التلاتة بقى، يبقى 3 في 900 على مين؟ على اللي لوحده، اللي قصاده فاضي، اللي هو هنا مين؟ ال 12. طب انا لو عايز اخد عامر، هتعمل كروس لعامر كبير، ها؟ عامر ده بعيد، فاخد كروس كبير، مين بقى؟ يبقى الاثنين مع اللي قصاده تحت، يبقى 2 في 900 على مين؟ على ال 12، وتشوف كل واحد هياخد كام. ولو عايز تتاكد، لو جبت الفلوس دي والفلوس دي والفلوس دي، لو جمعتهم هيجيبوا لك 900 جنيه. تمام؟ يبقى انت هتقسم بنسب مختلفة ومش هياخدوا قد بعض. احنا مثلا داخلين مشروع وانت دافع نص الفلوس اللي معايا، فاكيد في المكسب مش هتاخد قدي، وفي الخسارة مش هتخسر قدي، لان انا اللي دافع الفلوس الكتير. فده مش حرام، مش ظلم. ثلاثة شركاء في شركة بنسبة كام؟ 1 ل 2 ل 3. يبقى انا عندي ثلاث شركاء، فانت هتقول له مثلا هنا، والله عندي مثلا هنا الشخص الاول، ابدأ من الشمال، وعندي الشخص الثاني، وعندي الشخص الثالث. نسبة كام؟ 1 ل 2 ل 3، دي النسبة اللي عندي، وكان الربح هيتوزع عليهم 36,000 جنيه. هي 36,000 جنيه دي تعتبر ايه؟
هل هياخدها الاول لوحده ولا لا؟ ده الفلوس كلها، يبقى انا هضيف هنا كلمه المجموع. ممكن حد يقوم يجمع الاجزاء يقول لك 3 زائد 2 زائد 1 ويقسم الفلوس عليهم واضرب كل عدد في الجزء اللي هيطلع في قيمه الجزء. او انا هحاول ان انا اعملها بالنسبه. مثلا هو دول مجموعهم يجيب لك 36000؟ لا، دول مجموعهم كام؟ 1 زائد 2 3 زائد 3 يبقى 6. طب هم ليه 36000 دي الفلوس كلها؟ كرص وخلص مقص. هتيجي تقول له اقدر اجيب لك التالت. التالت هتجيبه ازاي؟ هتقوم عامل مقص. مقص اهو، مين اللي ماسكين ايه ببعض؟ 3 في 36000 يبقى 3 في 36000 على كام؟ على 6. هياخد كام؟ والله 36 على 6 دي كام؟ 6000 في 3 بقى ياخد 18000 جنيه. طب الشخص التاني، التاني ده اللي هو كان كام؟ اللي كان معاه قومين، فانا عامل كروس كروس الاثنين هتمسك من قصادها 36000 يبقى 2 في 36000 على مين؟ على الست، وتشوف هياخد كام. طب الشخص الاول، ها الاول كان معاه كام جزء؟ يبقى واحد. ها يبقى الواحد في عكسه من تحت 36000 يبقى واحد في 36000 على كام؟ على الست، وتشوف يا باشمهندس هياخد كام؟ هياخد 6000 جنيه. طب وده هياخد كام؟ 12. لو جيت تجمع 6 و12 و18 هيجيبوا لك 36000. هيجيبوا لك كام؟ ال 36000. اشترك ثلاثة أشخاص في مشروع تجاري، ثلاث أشخاص، يبقى أنا عندي كام شخص؟ ثلاثة، يبقى هقول له مثلا ده الشخص الأول، وعندي هنا الشخص الثاني، وعندي هنا الشخص الثالث، ثلاث أشخاص. النسبة بينهم كام؟ بين الفلوس اللي دفعوها؟ 2 ل 5 ل 3، يبقى ده دفع كام؟ ده 5 وده كام؟ 3. نصيب الثاني من الارباح الثاني اخذ كام؟ 3500 جنيه. يبقى 3500 دي من كلهم ولا اول راجل حددها للثاني؟ لا ده الثاني، يبقى 3500 تحددها للثاني. اه طب هيقول لك هات مين؟ هيقول لك هات الاول والثالث. سهل خلاص، كل الحرفنه بتاعتك ان انت تقعد تعمل السطرين بتوعك بتوع النسبه. هتبدا بالنسبه، تقعد الارقام وخلصت. الشخص الثالث هتجيبه ازاي؟ ادا كروس، مين اللي ماسكين ايد بعض؟ 3 في 3500 على مين؟ على 5. والله اقدر اختصر. بتختصر ازاي؟ يا اما بالاله الحاسبه يا تختصر. والله مين فوق وتحت في نفس الجدول؟ الخمسه فيها كام؟ 5 1. طب ال 35 فيها كام؟ 5 7. يبقى 3 في 700، طلع الصفرين عشان ما يلخبطوكش. و3 في 7 كام؟ ب 21. ده ايه؟ جنيه. يبقى الشخص التالت هياخد 2100 جنيه اقل منه. ليه اقل منه؟ لان مستر هو ده معاه نصيبه 3 بس، 3 اكوان داخل بثلاث اجزاء. طب الشخص الاول هعمل الكروس الجنب التاني اهو، مين اللي ماسكين ايد بعض؟ 2 في 3500 على مين؟ على 5، هي اللي لوحدها. طب لو جيت اختصر، مين في نفس الجدول؟ الخمسة فيها كام؟ 5 1. 35 فيها كام؟ 5 7. 2 في 700 بكام؟ ب 1400. 1400 ايه؟ جنيه. بيقول لك في احدى المدارس بلغ عدد التلاميذ 560 تلميذ. هما ال 560 تلميذ دول ايه؟ اه ده مجموع المدرسة كلها، خلي بالك دي المدرسة كلها. فإذا كان عدد البنات يساوي 3 على 5 من عدد البني. ما احنا على طول بنبدأ بنسبة. طب فين النسبة؟ اه مستر، ما هي 3 على 5 دي انا ممكن اكتبها كده 3 الى 5 عادي. ايه هي؟ طب النسبة دي بين مين؟ بنات وبنين. يبقى انا اقول له البنات وهنا البنين. النسبة كام؟ 3 ل 5، 3 ل 5. فبقول لك لساعك بس ال 560. طب ال 560 دول تعتبر ايه؟ المجموع. فانا ظهرت لي كلمة جديدة اسمها المجموع، واغلب المسائل اللي عندك مجموع. طب المجموع ده كام؟ 560. هل انا لو جمعت دول يجيبوا لي 560؟ لا، يجيبوا لك كام؟ 8. 560 بلاش مكان، اكتبها تحت. طب بقول لك هات عدد البنات وعدد البنين. مستر مقص اه، مين اللي اقدر اجيب له البنين؟ البنين تيجي ازاي؟ ده مقص. مين اللي متوصل ببعضه؟ 5 في 560 على 8، وشوف هتطلع بكام؟ بالاله الحاسبه او بدماغك، حاول تختصر. مين فوق وتحت في نفس الجدول؟ ال 65 وال 8 في جدول ال 8. ال 8 فيها كام؟ 8 1. طب وهنا كام؟ 7.
طلع الصفر بره. 5 في 7 كان ب 35، 35 صح، يبقى 350 ايه تلميذ. طب البنات اعمل مقص عشان تجيب البنات، فين البنات؟ هاخد البنات بس مع المجموع، انسى البنين ده خالص، تعمل مقص كبير. مين اللي هيبقى عكس بعض؟ الثلاثه ماسكين اطباع 3 و560 قصادهم، عملت مقص كبير. ها طب وهناك هاخد الاثنين دول بس، انسى دي خالص، يبقى الثمانيه لوحدها مفيش قصادها حاجه، هتطلع كام؟ والله هنا الثمانيه فيها الواحد، والثمانيه هنا فيها السبعه، 3 في 70 طلع الصفر بره، و3 في 7 ب 21 تلميذ. عايز سعادتك تتاكد، هات بالآلة الحاسبة. عايز تتاكد لو جمعت الولاد والبنات هيجيبوا لك كام؟ ال 560 خلاص، فهي مش عافيه. اللي بعد كده طب هنا بيقول لك اشتركت كل من داليا ودليدا ودعاء، يبقى عندي ثلاث اسماء. مين الثلاث اسماء؟ داليا وفي دليدا وفي دعاء، مالهم يا مستر؟ بقول لك داليا دفعت 30,000 جنيه، يبقى تعالى تحت داليا وحط ال 30,000 جنيه. طب دعاء خلصت من داليا، دليدا 40,000 جنيه. طب ودعاء 50,000 جنيه. فبقول لك في نهاية السنة، في نهاية العام ربحت التجارة، الشركة اللي هم عاملينها ديت كسبت كام؟ 12,000 جنيه. فبقول لك هات نصيب كل منهم، كل واحدة هتاخد كام من ال 12,000؟ والله واحد يقول لك هي ال 12,000 جنيه دي تعتبر ايه؟ المجموع بس. ثواني، هي النسبة كده أنا ممكن أكمل بالآلة الحاسبة وأرقام كبيرة، وممكن إن أنا أختصر. أختصر إزاي؟ والله واحد يقول لك طب ما انا النسبه ينفع اختصر فيها، يعني مثلا لو 10 ل 20 ممكن اشيل الصفر مع الصفر تبقى نص، يعني لو النسبه 10 ل 20 هي هي النص، اشيل الصفر ده مع الصفر ده يبقى نص. فانا ممكن ابسط النسبه بتاعتي ازاي؟ عشان ما اتلخبطش، انا ممكن اشيل الزيرو ده، عندي هنا كام؟ الفور زيروز دول مع الفور زيروز دول مع الفور زيروز دول، فبقت النسبه كاني كام؟ 3 ل 4 ل 5، وحل على النسبه دي، هي هيها والله، هي هي ما حصلش حاجه. ما هو انا عملت المساله كلها ديفايد، عملت للمساله كلها قسمت على 1000. طب انا يا مستر بس حل عادي بقى. طب انا عندي في مين؟ لو عايز تحل بقى كده حل بقى كده عادي. انا عندي هنا مين؟ في 12,000، ال 12,000 دي تعتبر ايه؟ المجموع. فانا هضيف هنا كلمه المجموع، تقول له ده انا فهمت ان في مجموع. طب مجموع يعني ايه؟ جمع. هل انا لو جمعت الارقام دي هيجيب لي 12,000؟ لا. امال لو جمعتهم كام؟ 3 زائد 4 7 زائد 5 12، اللي هي مجموع الاجزاء. طب وال 12,000 ملهاش مكان، قاعده لوحدها. كونت سطرين، سطر فيهم كامل مقصك وخلص، بس المساله خلصت، هتقوم عامل مقص. مين اللي متوصل ببعضه؟ 5 وال 12,000، يبقى 5 في 12,000. طب ومين اللي لوحده وال 12؟ مستر قالتك او اختصر لو انت بتحب الاختصارات. والله ال 12 فكم 12؟ 1. طب وال 12 دي؟ 1. طلع الاصفار بره، 5 في 1 بكام؟ ب 5، يبقى دعاء هتاخد 5000 جنيه. طب يا باشمهندس اقدر اجيب لك مين؟ دليدا. هعمل مقص بين مين؟ انسى دعاء خالص، يعني حط عليها كده خبيها. هتعمل مقص بين دليدا والمجموع، يبقى مين؟ الاربعه وال 12,000. على مين؟ على ال 12. يبقى 4 في 12,000 على 12. مين اللي في نفس الجدول او بالاله الحاسبه؟ ال 12 دي وال 12 دي، الاثنين في ال 12 فيها كام؟ 12. 1. طب وال 12 فيها كام؟ 12. 1. يبقى 4 في 1000 ب 4000 جنيه. حط التمييز. بعد كده اقدر اجيب لك مين؟ داليا. ادي داليا. ممكن واحد يقول لك هم اصلا بتوزع عليهم 12، دي 5000 وده 4000 يبقى 9. يبقى لسه كام؟ انا متاكد ان داليا هتطلع 3000 جنيه. طب جبتها منين؟ هتاخد داليا مع المجموع. المجموع ليه؟ لان ليه رقمين. فانا هنا هيبقى 3 في 12,000 على 12. 3 في 12,000 على كام؟ 3. 3 مع 3 3 في 12,000 على 12. اسف. ها لما تكمل اختصارات والله هنا ال 12 دي مع ال 12 فبقت 1. 3 في 1000 بكام؟ ب 3000. طيب اخر مسالتين بيقول لك هنا ايه؟ النسبه بين اطوال اضلاع مثلث هي 5 ل 3 ل 4، عندك مثلث
اطوال اضلاع. طب المثلث فيه 3 اضلاع، دي نسبه، على طول بتبدا بالنسبه، هتقول له الضلع الاول ها والثاني وفي مين الضلع الثالث، النسبه بينهم كام يا مستر؟ هتكتب النسبه 3 ل 4 ل 5، 5 ل 3 ل 4، 5 ل 3 ل 4. المحيط، طب المحيط ده هتقعده، هو المحيط يعني ايه؟ مجموع الاضلاع، فانت هتقول له هنا مجموع، المجموع غالبا 99% من المسائل اللي عندك مجموع. ها المجموع كام؟ 48. هل انا لو جمعت دول يجيبوا لي 48؟ لا هيجيبوا لي 12، فانت حط هنا 12. طب ال 48 بلاش مكان، حطها تحت مقصك وخلص. التالت هيجي ازاي التالت؟ الحرفنه كلها ان انت تقعد تعمل السطرين اهو، مين اللي متوصل ببعضه؟ 4 و 48، 4 في 48 على 12. قالتك او اختصر لو انت بتحب الاختصارات. مين في نفس الجدول؟ والله لو انت تمام هتقول ان ال 12 وال 48 دول في جدول ايه؟ ال 12، ال 12 فيها كام 12؟ 1. 48 فيها كام 12؟ 4. 4 في 4 كام؟ 16. يبقى ده 16. طب الضلع الثاني، الثاني هاخد الثاني مع المجموع، مقص اه مقص كبير شويه، يبقى 3 مع 48، يبقى 3 في 48 على مين يا باشمهندس؟ على لوحده اللي مفيش قصاده حاجه، على 12. قلنا هنا 48 فيها كام 12؟ 4. 3 في 4 بكام؟ ب 12. يبقى ده 12. والضلع الاول هتعمل مقص كبير، تاخد الاول اللي هو مين؟ الخمسه، بس هتختار مين من تحت ال 48؟ يبقى 5 في 48 على مين اللي لوحده ال 12، وشوف هتطلع كام. طب هنا اخر فكره عندنا، بيقول لك توفي رجل وترك ميراثه، واحد اتوفى وعايز اوزع الميراث بتاعه، فالراجل اتوفى واقترض كام؟ 600000 جنيه، ربنا يرحمه. عن زوجه وولدين، يعني عنده زوجه، عنده مراته وولدين وبنت، فاذا كان نصيب الزوجه تمن المبلغ. احنا في الميراث بتطلع الزوجه الاول، يعني بتفصل الزوجه عن الاولاد. ليه؟ لان الزوجه بيبقى لها معامله خاصه، فالزوجه بتطلعها بعيد عن الاولاد. فانا الزوجه ترك لها كام؟ تمن المبلغ. وتبقى الفلوس اللي هتتقسم، هتتقسم على الولدين والبنت، ولدين وبنت. فبقول لك معلومه كده، ان البنت بتاخد نص الولد، البنت بتاخد نص الولد. ليه؟ لان الولد مثلا هو اللي بيصرف على بيت وكده، لكن البنت مش مطلوب منها ان هي تشتغل وتصرف على بيت، فعشان كده الولد بياخد ايه؟ ضعف البنت. والبنت بتتجوز ولد بعد كده هو بيصرف عليها، فكده كده هي مش خسرانه حاجه، يعني كده كده فلوسها هتجيلها من زوج تاني. فوجد نصيب كل من الزوجه والبنت والولد. اول حاجه المسائل دي بتتحسب ازاي؟ بتجيب الزوجه. هو اصلا بيقول لك الزوجه تمن. تمن يعني ايه؟ هتقسم على 8، فناخد الفلوس دي 600000 هقسمهم على 8. والله بقالتك عايز تحلها بدماغك، ال 600000 لما اقسمها على 8 تطلع كام؟ والله انا ممكن اقسم على 8 فانا اقوم اقسمها على الاثنين، يعني انت لو عندك حاجه عايز تقسمها على 8 حتت فبتقسمها على الاثنين، وبعد كده تقسمها على الاثنين كمان، وبعد كده الكوم اللي بيطلع بقسمه على الاثنين. طب ال 600 تقسمها على الاثنين تبقى 300، طب ال 300 اقسمها على الاثنين تبقى كام؟ 150. هقسم على الاثنين كمان تبقى كام؟ 75، فده هتطلع 75000. فنصيب الزوجة هيطلع 75000 جنيه. عايز تأكيد، هات ال 600000 على الآلة الحاسبة واقسمها على 8. ها؟ 600000 على 8 تطلع كام يا مستر؟ 75000 جنيه، فأنا هنا 75000 جنيه. طب أنا لما أطلع نصيب الزوجة، ما الفلوس قلت، فهقول له الباقي من الفلوس. هاخد الفلوس اللي عندي اللي هي كام؟ اللي هم 600000 جنيه كلهم، وهشيل منهم الفلوس بتاع الزوجه، هطرح منهم ال 75000. هيطلع كام؟ ال 600 لما اطرح منها 75 ها؟ هيطلع 525، يبقى هنا طلعت 525000 جنيه. طب ال 525 دول هعمل فيهم ايه؟ والله هيتقسموا على بنت، ها هتقسم بقى عادي دي الفلوس كلها المجموع، هقسمها على بنت وولدين
وولد، ها ولدين، يبقى بنت وولد وولد، ها بنت وولدين. طب يا مستر هو ادالك معلومه قال لك ان البنت بتاخد نص الولد، يبقى البنت هتاخد كوم والولد هياخد جزئين. بس عملت نسبه، بدات من نسبه. طب بعد كده، طب ما انا عايز اكمل سطرين. ال 525000 اللي انت وقفت عليهم دي الفلوس كلها، فبتيجي هنا تكتب المجموع وتحل عادي. هل انا لو جمعت دول هيجيبوا لي 525000؟ لا، امال دول مجموعهم كام؟ 2 و1 3 و2 5، يبقى مجموعهم 5. طب انا ال 525 مش لاقي لها مكان، اعادها لوحدها. طب وبعد كده تقوم عامل مقص، اقدر اطلع لك من نصيب الولد مين اللي متوصل ببعضه؟ ال 2 وال 525، يبقى 2 في 525000 على كام؟ على اللي قاعد لوحده اللي مقصود حاجه، الخمسه. وتشوف طلعت بكام بالاله الحاسبه. هنشوف الآلة الحاسبة بتاعتنا، 2 هتعمل كسر 2 في 525000 على 5، فهيطلع بكام؟ هياخد 210000، هياخد 210000، يبقى ده نصيبه، هيطلع 210000 جنيه. طب نصيب البنت أكيد نصه، هقوم عامل برضه مقص مين اللي متوصلين ببعض. اعمل مقص كبير بقى، هتبدا من اول بنت مقص مع المجموع، انسى الولد، يبقى 1 في 525 على 5، 1 في 525000 على 5 هتطلع كام؟ والله نص، نص ال 210 كام؟ نص ال 210 يبقى 105000، 105000. وتعالى نتاكد، وتاكد منها بالآلة الحاسبة بكده، يبقى الدرس بتاعنا انتهى. الدرس بتاعنا كل فكرته ان انت عندك تقسيم تناسبي، بتبدا بنسبه، يا تحل بتجيب مجموع الاجزاء، تجمع الاجزاء زي ما احنا عملنا في الاول، تجمع وتجيب مجموع الاجزاء، وبعد كده بعد ما تجيب مجموع الاجزاء تاخد الفلوس كلها تقسمها على عدد الاجزاء، والرقم اللي يطلع تضربه في نسبه كل جزء، اللي اخد كوم تضرب في 1، اللي اخد جزئين تضرب في 2. او ان انت الفكره الثانيه بتبدا من نسبه، تقوم عامل نسبه، وبعد كده الرقم تشوف مثلا مجموع فتقوم كاتب المجموع، تجمع عادي وتكمل سطرين الرقم التاني تحطه تحت وتعمل مقص بكده. يبقى الدرس بتاعنا انتهى. ولو انت عايز يوصلك الجديد انزل تحت الفيديو واعمل لايك، ولو انت مش مشترك في القناة شرفنا بالاشتراك في القناة. بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.